هيمد ايده على طوبه من نادي الزمالك هتقطع ايده. مش مهم ضربونا انا. هم ضربوني قبل كده بالطوبه وانتوا كنتوا معانا. انما هيمدوا ايدهم لو حد جه يتهجم على نادي الزمالك بكره هقطع له ايده. وهبقى هنا الساعه 2. اهلا وسهلا. نقف. يقول يسقط من ضحى. عاوزين نمشي من ايدي. الزمالك مش لاعب. التصريحات دي لما اتقالت الوايت نايتس راحوا نادي الزمالك وعمرو حسين مات. انتوا فاهمين يعني ايه حد يموت يا جماعه؟ فاهمين يعني ايه حد يموت من في الرياضه بسبب تصريحات بتتقال من هنا وبسبب تعصب من هنا؟ وبعدين انت الواحد يجننك. سيبك بقى من الموضوع الشخصي. يعني انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله. انا بهسلك الطرق القانونيه والاساليب القانونيه. وانا يعني مش بقى على حاجه. انا ما عنديش مشكله ولا في على راسي بطحه. ما عنديش مشكله خالص في اي حاجه. فيعني القصه بتاعت ان هتقعد في البيت مش هتقعد في البيت هتعمل بيت. ما عنديش مشكله. طيب عشان بس ادان العيشه نطلع لفاصل وبعد الادان ان شاء الله باذن الله نيجي نكمل بقيه الكلام.